معانا دلوقتي اكزامبل 3 اللي هو برضو بيشتغل على البولر كوردينيتس، بيقول لك ابارتكل موفز الونج ذا سبيرال. سبيرال ده يا جماعة ده يعني ببساطة بتبقى الار دايركتلي بروبوشنال مع السيتا، بس بطريقة اللي هو حرفيا ابسط حاجة اللي هو ار بتساوي سيتا، تمام؟ حرفيا بيبقى عامل كده، تمام؟ ده السبيرال. جميل كده، من حاجة منظرها جميل جدا يعني. المهم يا سيدي بيقول لك ان ار بتساوي 4 سيتا، دي معادلة المسار. خدت بالك ار ده اللي في سيتا، ار measured in meters and سيتا in radians، the particle starts at سيتا بتساوي 0. هو بدأ من عند ايه؟ سيتا بتساوي 0. moved such that سيتا دوت بتساوي 2 تي. جميل. find the velocity and acceleration vectors at تي بتساوي 1. طيب جميل جدا، انا عندي الدي سيتا باي دي تي على طول، بقى اعوض بتساوي 2 تي، افصل متغيرات اتعوض بدي الناحية التانية، تكامل الطرفين يطلع لك ان السيتا بتساوي تي تربيع زائد الكونستانت، عند التي بتساوي زيرو السيتا بتساوي زيرو، يبقى الكونستانت ده بزيرو، يبقى انت عندك معادلة سيتا بتساوي تي تربيع. حلو كده، تشيل السيتا من هنا وحط مكانها التي تربيع هنا، يبقى الار بيساوي 4 تي تربيع. الله الله، جبنا ايه المعادلتين بتوعنا. تعرف بقى تعمل باقي؟ يعني ما اظنش الموضوع يعني صعب. انت بعد كده هتجيب الار، ار دوت ار دبل دوت سيتا، سيتا دوت سيتا دبل دوت، هنعمل نفس اللي بنعمله كل مرة، الموضوع مفهوش أي مشاكل أو صعوبة. أدي كده عندك ال r بتساوي 4 تي تربيع، عندك ال r دوت بتساوي 8 تي، عندك ال r دبل دوت بتساوي 8، عندك السيتا بتساوي تي تربيع، أدي كده 2 تي، عندك كده 2. هنجيب ال v اللي هي بتساوي r دوت، وعندك هنا r سيتا دوت. عند طبعا احنا قلنا لازم نودي الكلام ده لزمن اللي هو الزمن تي بيساوي 1، فهنعوض دي هتطلع ب4 ودي هتطلع ب8 ودي ب8 زي ما هي، دي هتبقى ب2 ودي برضو هتبقى ب2 ودي هتبقى ب1. حلو كده، يبقى عندك الار دوت اللي هو بيساوي 8، وعندك الار سيتا دوت، سيتا دوت ب2 والار ب4، يبقى دي كده 8. حلو كده، يبقى انت عندك ال في كتوتال بتساوي جذر التربيع ال 8 تربيع زائد 8 تربيع اللي هو 2 جذر 4، 8 جذر 2 اللي هو هيطلع 8 جذر 2 اللي هو برضو بيساوي 11 و3 1.37 متر على ثانية. الموضوع ما فيهوش اي ايه حاجة جديدة. طيب عندك برضو ال AR بتساوي R دبل دوت ناقص R سيتا دوت تربيع، يبقى انت عندك ال R دبل دوت اللي هي احنا قلنا عليها قبل كده بتساوي 8 ناقص ال R اللي هي بتساوي 4 في السيتا دوت تربيع، السيتا دوت قلنا بتساوي 2، ادي كده ايه 4، يبقى 4 في 4 ب16 بيساوي كام؟ سالب 8. صح كده ولا في اي مشاكل؟ لا صح كده، يبقى انت كده عندك الاي ار بتساوي سالب 8. بعد كده عندك الاي سيتا بتساوي 2 ار دوت سيتا دوت زائد ار سيتا دبل دوت اللي هو بيساوي 2 ار دوت اللي احنا قلنا عليها بتساوي 8، وعندك السيتا دوت قلنا عليها بتساوي 2 زائد الار اللي هي بتساوي 4 والسيتا دبل دوت اللي هي بتساوي 2. طب تلاحظ احنا في شغلنا كله ما بيظهر لناش اي استخدام للسيتا، بس كله يا اما سيتا دوت يا سيتا دبل دوت، تمام؟ اظن انت فاهم ليه. ف طبعا ادي كده 2 في 8 ب 16 32، وبعد كده زائد 2 في 4 ب 8، يبقى دي كده دي اللي هي عبارة عن 40. حلو الكلام ده، حلو. يبقى التانيين عندك الجذر التربيعي ل40 تربيع زائد 8 تربيع هيدي لك في الاخر الايه
بتساوي جذر تربيع 40 تربيع زائد 8 تربيع هيدي لك في الآخر 40.792 مترز على ثانية تربيع. طيب احنا خلي بالك في السؤال لما كان بيسأل كان بيقول انا عاوز ايه، كان بيقول انا عايز find the velocity and acceleration vectors. انا دلوقتي جبتهم له في صورة ايه؟ جبته له في صورة معايير مقاييس، احنا عايزينها بقى vectors. تعالى بقى نكتب الاجابات الايه الصح. ال v vector بتساوي r dot اللي هي 8 تمام في اتجاه ال ER، زائد r سيتا دوت اللي هو برضو 8 في اتجاه ال E سيتا، مفيش اي مشاكل. تعالى بقى هات ال A، هتساوي ايه بقى يا سيدي ال A كفيكتور؟ برضو احنا جبنا ال AR بيساوي سالب 8، يبقى يساوي سالب 8 في اتجاه ال AR، زائد ادي كده ايه ال E سيتا بيساوي 40 في اتجاه ال E سيتا. احنا الفيكتور او وحدة او الكمية المتجهة بنعرفها ازاي؟ ليها مقدار ووحدة قياس واتجاه. فاحنا دلوقتي قلنا المقدار وقلنا وحدة الاتجاه، ما قلناش وحدة القياس. لازم تعمل كده، ده متر على ثانية، ده متر على ثانية تربيع. وشكرا.